في هذا المكان يقف هؤلاء الخريجين على مفترق طرق. توفيق واحد من بين الذين حصدوا الشهادات وأتموا مسيرتهم الجامعية، يجد نفسه اليوم في وجه معركة لكسب رهان الظفر بفرصة عمل وبدء حياة مهنية. السوق كتير مزدحم عندنا بطب الأسنان هون بالإمارات، لأنه في كتير طلاب عم بيتخرجوا هلا، فالديماند تبع التوظيف شوي نازل. الكل في الهم سواء. زيد حسن خريج من بين المئات الذين أنهوا دراستهم في كلية الطب ويتطلعون إلى فرصة عمل. والله النظام هنا بعد ما تخلص 5 سنين طب أسنان يطلبون سنة خبرة. سنة خبرة هاي إجبارية، ورا ما تخلص سنة الخبرة تمتحن، تقدم على امتحان مزاولة مهنة، بعد ما تخلص امتحان تدور تعيين عشان تشتغل وتتوظف، بس حاليا هاي الفترة فقط تاخذ سنة خبرة. وتوخيا للدقة تقصينا أمر بقاء هؤلاء المتخرجين داخل أسوار الجامعة. زيد يعالج المرضى مجانا في هذه العيادة الجامعية، ويدفع هو وزملاؤه رسوما تزيد عن 12,000 دولار مقابل التدريب سنة كاملة بعد التخرج تسمى سنة الامتياز. بالنسبة لسنة الخبرة الامتياز هي نوعا ما إجبارية هنا بعد ما تخلص 5 سنين، مو شرط يعني أنه بالجامعة عجمان نفسها، ممكن أي جامعة ثانية، بس أنه سنة إجبارية. ونعم ندفع حوالي 45,000 درهم بالسنة، 45,000 درهم بالسنة ندفع، وكل الطلاب يدفعون نفس السعر. يعني أنا أحكي على الوافدين المقيمين، ممكن يعني يقبلوهم بالدي اتش اي أو الأمواج. سنة الخبرة المحددة قد لا تكفي، فضلا عن كونها من أبرز المعوقات التي تعترض طريق الخريج نحو الاندماج في سوق العمل. طبعا الفرص هي بتكون للأجدر وللأفضل، ولذلك تتخرج ليس كفاية على الطالب أن يعني يكون متابر ويواصل تعليمه بما يسمى التعليم المستمر، لكن فرص العمل هنا موجودة ولكن فيها الكثير من التنافس. فهد حديث التخرج واحد ممن أتيحت لهم الفرصة لشغل وظائف ضمن شريحة أخرى من الخريجين هم الأكثر حظا، حيث تشجع حكومة بلادهم كلا من القطاعين العام والخاص على تعزيز سياسات توطين الوظائف. الحمد لله أنا اشتغلت يعني بعد ما طلعت من الجامعة، تخرجت وحصلت وظيفة زينة في قطاع خاص في العلاقات العامة على نفس تخصصي من الجامعة. الصراحة التوطين وايد ساعدني، عشان السبب الرئيسي اللي قبلوني في إرنست أند يونغ عشان هم وايد هذاك الفترة كان فترة التوطين عندهم. ولكن رسم الطريق لحديثي التخرج قد لا يكون سهلا للجميع. طبعا في منافسة كثيرة في المجتمع اليوم، طبعا المجتمع كبير جدا وواسع، ويمكن الأعمال أو الفرص محدودة، بس هذا لا يعني أنك أنت لا تبحث. حال زيد وأقرانه من الخريجين الجدد تؤكد أن إتاحة فرصة شغل المهن المطلوبة والطريق إلى الوظيفة بات ضرورة قصوى كي لا يكون هؤلاء طاقة مهدورة خارج سوق العمل. مصطفى سكحال لليوم على الحرة، عجمان.